مرحبا حضراتكم. دي خلاص يعني اخر او اخر ده اخر جزء في حلقه النهارده، ومعانا برضو دكتور هشام الوسيط نتكلم عن الاهتمام بالصحه وتحديدا بعد سن ال40، ايه اللي بيحصل، ايه المستجدات على جسم الانسان، ده الشق يعني البدني. ممكن اروح معاك، انا عارفه ان ده مش الاختصاص قوي بس ده مرتبط بده النفسي. عرفت انا هقول ايه صح؟ عرفت، لان في ناس بعد ال40 بتفقد الثقه في نفسها، ودايما بنقول لهم لا، احنا زي ما احنا قلنا حب نفسك وفكر في الموضوع عادي، هي مراحل عمريه بتعدي منك، الاهتمام بالحاجه مش هيضر، فبالتالي هيحسنك ويحافظ عليك. وثق في نفسك او ثق في نفسك تماما، البسي لبس صح، حط الحاجه المناسبه ليكي في وضعها الصح، كل الاكل الصحي، اهتم ببشرتك، لان زي ما احنا عارفين مع تقدم السن البشره بتبدا تتغير، ليونه الجلد بتبدا تقل، ليونه الاوعيه الدمويه بتبدا تقل، فالاوعيه الدمويه والدوره الدمويه بتاعه الاوعيه الدمويه البسيطه اللي جايه للجلد وللعين والاعضاء الداخليه بتبدا الترهلات بقى والكرمشه والحاجات، فاحنا نهتم بيها بدهان الكولاجين العادي. طب ليه جسمنا بيعمل كده يعني؟ هو ما يستمر معانا شويه يعني، سبحان الله، دي الفسيولوجي او الطبيعه بتاعت يعني يقعد معانا 70 80 سنه كويس ليه؟ والله ما كانش حد غلب، هي المفروض ان الطبيعه الفسيولوجيه كده، دي سنه الحياه، ما كانش هيبقى في اطباء تجميل مبدئيا، ما كانش هيبقى في اي حاجه طبعا. وبالتالي احنا نهتم بالحاجه، نديها حقها، نهتم بتحسين الدوره الدمويه، بالحاجات اللي بتحسن الجلد، نهتم بلبسنا وشكلنا، نثق في نفسنا تماما، لان العامل النفسي في كل الامراض مهم جدا. الشخص اللي بيصاب بمشاكل نفسيه بيخش في امراض زي سكر وضغط وقلب نتيجه المشاكل النفسيه. بس هو في ضغط من المجتمع، خلينا نتكلم، ده امر في غايه الاهميه على فكره، هي مش نقطه ونعديها وخلاص، لا يعني الشيء بالشيء يذكر. احنا في مجتمعات عندنا وبالذات على المراه هذا الضغط، كل ما بتكبر في السن يقول لك خلاص بقى دي بقت مش عارف ايه، حتى بنشوف ايكونز ممثلات وفنانات وسيدات مجتمع بيكبروا في السن هم حلوين، حتى الست بتتنمر على الست لما بتكبر في السن، مع انها هتوصل لده في يوم من الايام. انا بكره ده جدا، بشوف ده شيء مخيف، شيء بشع، فبالتالي انا ما اقدرش الوم السيده اللي هتفقد ثقتها، لكن معذوره في الاول وفي الاخر، ليه كده المجتمع برضو عليه عامل كبير؟ ما هو احنا اللي بنعمل كده، يعني المجتمع بيجي علينا واحنا بنصرف الموضوع بدماغنا، يعني اللي عنده فكر صح مش هيفكر في الكلام ده، وهيفكر في نفسه وفي تغيير ان هو يبقى احسن. يقول يعرف يرد يقول يا ستي انا كبرت في السن، في حاجه ولسه بالظبط ولسه هكبر تاني. انا بقى رؤيتي مختلفه تمام، انا شايف ان انا بقى لي فتره طويله ما بشوفش الستات بيكبروا، احنا بس اللي بنكبر وبنقدد وبنعجز. والله العظيم كده، بسم الله ما شاء الله، احنا بس اللي بنعجز، هم زي بس هم بيتخيلوا كده نتيجه التغيير الهرموني اللي بيحصل، عشان هرمون الاستروجين بيقل جامد، فده بيديهم حاله نفسيه سيئه، يعني اضطراب نفسي فظيع، عدم ثقة في النفس. يعني هو الهرمون ده لما بيقل بيعمل كده، بيعمل تقلبات مزاجية فظيعة، وفي الوقت ده مهم جدا ان احنا نهتم بالحديد والزنك عشان دول بيظبطوا القصة. دي نقطة مهمة، الحديد والزنك ده يبقى ديلي، يعني على ناخد حديد وزنك بالظبط، ونهتم بالاكل اللي فيه حديد وزنك، نهتم بالبروتين عشان البروتين بيديني فيتامين بي برضو 12 عشان بيحسن الحالة المزاجية، والحديد والزنك، نهتم شوية بالخضروات الورقية والفواكه، كويس، مهمين كويس جدا، بيحافظوا على البشره، بيحافظوا على التاكل بتاع العضلات يبدا يقل، بيحافظوا على الفيتامينات والمعادن عشان الاكسده اللي بتحصل في جسمنا، احنا جسمنا فيه اكسده، مضادات الاكسده دي بتقلل لي ظهور علامات الشيخوخه او الكبر في فتره اقل، فبالتالي كل ما يعدي الوقت وانا باخد الحاجات دي هتلاقي عندي في ادويه ما يبانش عليا. في ادويه تساعد دكتور هشام؟ دايما بنقول ما نلجاش للعلاج الا لما يبقى فيه مشكله صحيه، يعني ما اخدش مكمل غذائي او علاج الا ما يبقى تحت اشراف طبي. دي نقطه مهمه بالظبط، حتى لو انا عندي مثلا عملت تحليل مثلا فيتامين دي ولقيته ناقص لازم الدكتور يديني، لان في ناس بيبقى عندها حساسيه من فيتامين د لما بتاخده ممكن يجي لها مشاكل، فبالتالي لازم ناخد بالنا ان لازم يبقى تحت اشراف طبي، اي دكتور هو اللي يديهولك مش اي حد. الكلام ينطبق على المكملات الغذائيه، احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول ان بعد سن ال40 الكتله العضليه بتقل، في ناس بتميل ان هم يخسوا نسبيا، ما ياخدوش مكملات غذائيه غير تحت اشراف طبيب. الافضل الافضل ان احنا ناخدها تحت اشراف طبي، ممكن انا اخد فيتامينات اصلا مش ناقصه عندي، وممكن اخد فيتامين انا محتاجه، فبالتالي هو يحدد لك انت عملت التحليل ده يبقى عندك نقص، ممكن في ناس بتاخد فيتامين بي وهو عندها اصلا كويس مش محتاجه. طب وكتره بقى، كتر الفيتامينز عموما في حاجات بتترسب في الكبد، احنا الكبد سبحان الله ربنا خلينا الكبد فلتر عشان فلتر يخلص هو الكلى، يخلصه الجسم، بيعمل تنظيف لتاثير الادويه اللي احنا بناخدها، الحاجات الزياده وبتنزل معانا في البول، في حاجات بتتراكم بقى على الكبد، فاحنا في غنى ان احنا كمان يبقى عندي حساسيه من نوع علاج معين او نوع فيتامين معين فيضرني.
بس الاهتمام بالنفس مهم. انا اعمل تحليل كالسيوم، اعمل فيتامين دي، اعمل فيتامين بي 12، لان دول اساسيين مع السن، لان لما بيقلوا بيحصل وهن عضلي وضعف في العضلات وضعف في العظم، لان زي ما احنا عارفين ان العظم ده تكوين فيه كالسيوم وفيه كولاجين عشان الليونه بتاعه العضله، بيحصل بقى هشاشه عظام نتيجه ان الكولاجين بيقل ونتيجه ان الكالسيوم بيقل. عشان كده بنقول نمارس رياضه وناخد الوجبه بتاعتنا، احنا بنحتاج مثلا من 1000 ل 1200 ملي جرام من الكالسيوم يوميا، ناخده في صوره بقى لبن، في صوره زبادي، في صوره جبن، في صوره بيض. لو خدنا وجبه مثلا فيها جبنه وبيض وكوبايه لبن او كوبايتين زبادي، انت خدت احتياجك. وناخد بالنا برضو للناس اللي بتشرب شاي بلبن او نسكافيه باللبن، هو بيقلل الكالسيوم اللي انت داخل لك من كوبايه اللبن. فبالتالي انت لو مثلا بتاخد من الكوبايه دي مثلا 500، لا انت هتاخد نصها. فبالتالي يعني احسن بدل ما نشرب شاي بلبن نشرب اللبن لوحده. بالظبط كده، يبقى الافضل ناخده لوحده. مش بتحب اللبن ممكن تاخده في صوره رايب او زبادي. مش بتحبهم في جبن، في بيض. مش بتحب البروتينات ممكن تاخد البروكلي. مش كده الجبن مش كويسه برضو للسن الكبير بتهيألي؟ لا خالص، الجبن من الحاجات الاساسيه، وخصوصا الجبن قليله الدسم. الجبنه بتصنف بالظبط، الجبنه بتصنف كبروتين. يعني عندنا الجبن بتصنف كبروتين، في تصنيف ليها بيبقى في حاجات هاي وفي حاجات لو وفي حاجات ميديم. احنا دايما بنحب ناخد الحاجات اللو دسم واقل في الملح، يعني اقل في الدسم واقل في الملح. بالظبط، يبقى انت كده خدتي احتياجك من البروتين والكالسيوم بدون اي اضرار، مفيش فيها دهون كتير، مفيش فيها ملح كتير.